أكد الرئيس العراقي برهم صالح تطلع العراق نحو دعم التنسيق الدولي والإقليمي وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة. تصريحات برهم صالح جاءت على هامش تسلمه أوراق اعتماد السفراء الجدد بالعراق، حيث أشار الرئيس العراقي إلى أهمية التعاون الدولي والإقليمي المشترك من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية ومواجهة التغيرات المناخية الحادة، بالإضافة لحماية البيئة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق يولي اهتماما كبيرا للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. من جانبه أكد بوريل الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين، مشيرا إلى التزام الاتحاد بدعم العراق في جميع المستويات. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قوة العلاقات التي تجمع بلاده مع الاتحاد الأوروبي، وخلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للسياسات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أكد الوزير العراقي أن هناك دعما من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن لبغداد خلال الانتخابات المقبلة. وللتأكيد من شفافية الانتخابات، وهذه المسألة مسألة مهمة لكل مواطن عراقي، نحن نشكر في هذا المجال الاتحاد الأوروبي لنفس الدعم لهذه المسيرة واتخاذ القرار باسم الاتحاد الأوروبي لإرسال المراقبين إلى العراق. أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق عن اعتقال إرهابيين وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة خلال عمليات أمنية بعدد من المحافظات. وفي الأنبار أفادت الخلية العراقية بأنه تم القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء، كما تم ضبط 51 لغم دبابة بمدينة الرمادي العراقية. يأتي هذا في الوقت الذي ألقت فيه القوات الأمنية العراقية القبض على 2 من المتهمين في محافظة ميسان، كما تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.